لما تطير في اي رحله وتقعد جنب المحرك، هذا المنظر اللي انت متعود تشوفه بالنسبه حق المحرك. اي تغيير عليه راح يسبب هلع، خاصه اذا كان المنظر في هذا الشكل. الشكل هذا يسبب قلق حق كثير من الناس، لكنه منظر طبيعي. خلونا نشرح نشوف شنو اللي صار في المحرك. الطيارة طبيعي تعتمد على محركاتها في خلق قوة الدفع اللي تستخدمها على الأرض، وتستخدمها للإقلاع وللطيران أيضا حتى مرحلة الهبوط. بعد الهبوط تصبح قوة الدفع هذه غير مرغوب فيها، لأن احنا نبي الطيارة توقف، ما نبيها تكمل في حركتها الأرضية للأمام. لكن غير معقول ان احنا نطفي المحركات بعد الهبوط، لان ايضا راح نحتاج قوة الدفع للخروج من المدرج والتوجه الى البوابة. لذلك بدل الاعتماد فقط على المكابح اللي في العجلات، قالوا المهندسين خلونا نفكر في استخدام قوة المحرك بطريقة معينة. ولذلك اكتشفوا طريقة فتح الابواب الجانبية في المحركات لخلق قوة عكسية، بدل ما يصير الدفع الى الامام يصير قوة الدفع الى الخلف. فصار عندنا طريقتين لتوقف الطائرة، المكابح في العجلات وأيضا القوة العكسية في المحرك، وتسمى reverse thrust. وهذه صورة الأبواب ممكن تشوفونها. وخلونا نشوف الفيلم اللي حين راح أحط لكم إياه، وراح تشوفون شلون وقت الهبوط يستخدم وتفتح الأبواب في المحرك.